خارج مره مع اصحابي عشان عايزين يخرجوا مع هشام حنفي اللي هو بقى نجم فهم عايزين. بس انت لو دلوقتي هتعمل ده مش برضو ده سؤال هو ده ده حياتك دلوقتي مع الارقام المبالغ فيها دي انت لازم تيجي النادي من بدري وتقعدي طول حياتك في النادي. ده الاحتراف الحقيقي بجد انك تيجي عدد ساعات معين تبقي في النادي, انك تقعدي قبل التمرين بساعتين ثلاثه. مش جاي على التمرين اتمرني ساعه اصل انا تعبت عشان السواقه والزحمه فانا تعبت ورجلي جالي شد فانا هطلع اقول المدرب بس انا مش قادر اخش الساونا والجاكوزي واريح وانزل التمرين تاني. ايه ده ده مش شغل ده ده مش شغل بجد. لا انت نقطه شوف انت الكلام ده طبعا شوف الكلام ده لازم طبعا موجود لغايه دلوقتي موجود طبعا في لعيبه كتير ولعيبه كبيره. لا المحترف معروف وهتلاقيه بيأدي في الملعب وفي ناس هتضربي مثلا بيهم فعلا بتشوف ده بشكل كامل يعني طبعاً. بشكل واضح طبعاً الفرق من اللعيب ده واللعيب احنا ده وسطنا فانت هتعرفي ان انت مع انت زميلك مدرب في فرقه فبتعرفي ايه يقول عشان ده اسكت ده بيجي قبل التمرين بخمس دقايق ده فلان بص واخد قد ايه ما بيتمرنش حتى ما بيعرقش في التمرين فكل ده بيتقال ما احنا عارفين. فلا انت النهارده طالما انت النهارده ارتضيت انك تبقى لعيب كوره وبتاخد ارقام وبتتشرط يبقى لازم لا حضرتك تبقى محترف وتديني لكن ما بتدينيش يبقى يمشي على طول. ده الاحتراف يعني الاحتراف بقى يعني انت يعني حضرتك بتتعامل دلوقتي مع يعني اعمار سنيه يعني بحكم طبعا وجودك على راس قياده فنيه في احدى الاكاديميات الخاصه الاطفال يعني فكر الاطفال دلوقتي بقى دماغها مختلفه. يعني انا طول الوقت بشوف انه الناس من مثلا مش عايز اقول بس من ظهور محمد صلاح فقط او من احتراف محمد صلاح بس من قبل محمد صلاح كمان من ميدو واحمد حسن ومحمد زيدان اسماء كتير قوي احترفت. الاطفال انت بتشوفها في الفتره دي اكتر حاجه بتفكر فيها الاحتراف فعلا ولا يعني بنسبه قد ايه لا هم شايفين انه هم يقدروا يقدموا اللي هم عايزينه هنا في مصر؟ بصي مشكلة شوية بس في ايه ان ولي الامر هو اللي بيفكر لابنه مش الولد. يعني انا زمان انا اللي حبيت الكورة فانا اللي قلت لوالدي انا عايز العب كورة والدي عمره ما اتدخل ولا جالي كان دلوقتي العكس والدي كان بيجي يتفرج عليا في الماتشات يقعد لوحده بعيد تماما ولا بيقعد مع حتى اولياء الامور لان اولياء الامور ساعات لما بتقعدي مع بعض ممكن في ناس بتنفسن شوية ان ابنك النهارده كان كويس فيقول لك ده ابنك ما كانش بيبص لابني ابن عارفة اللي هو بيحصل مشاحنات ملهاش اي لازمة. فانا والدي راجل عشان كان فاهم كورة فكان بيقعد بعيد تماما في مدرج من بعيد يتفرج عليا يرجع البيت يقول لي عشان النهارده انت كنت كويس في كذا كنت وحش في كذا بس ويسيبني فانا راجع نفسي. انا كنت بطمن كويس انا كنت احب ان انا ابقى كويس على طول لان المدرب لو انت اول ما بتخلصي التمرين او الماتش بتشوفي ده في عين المدرب لو مبسوط منك انت بتشوفي ده لو زعلان منك انت بتشوفي ده فبترجع بقى تسالي بابا هو انا كنت وحش وانا كنت حلو اصل المدرب بص لي بص النهارده هيقول لي. فده اللي انا شفته دلوقتي انت ولي الامر هو اللي بيختار يعني ممكن ابنه ما يبقاش عايز يلعب كوره يقول له لا العب ليه عشان الارقام بقت مبالغ فيها جدا فهو عايز يعني يقول لك ايه انا عايز ابقى زي محمد صلاح عايز ابقى زي فلان الفلاني ان انا اخد الرقم الكبير ده مرتبات اللعيبه هي بتبقى التارجت اكتر تارجت لكن لا انت سيب الولد يختار هو هيبقى موهوب في ايه وساعده على ده مش هقول لك انك تقف في طريقه بس ساعده بس ما تجيش ان انت النهارده تحدد له يتمرن فين لا انت لازم تبقى مع المدرب ده مش المدرب ده ما هو على فكره خلي بالك المدرب النهارده لو انت حتى حددت له المدرب ده النهارده ما انا ممكن انا امشي هتمشي معايا ما انا مش فاهم ما هيبقى في مدرب تاني يا حبيبي هيمرنك. فهو ده القاعده ان انت لازم كل سنه تلف على المدربين كلهم لان بالطبيعيه مش كل المدربين هيحبوك ومش كل المدربين هيكرهوك انت لازم تتعلم مع كل الناس مش معنى ان هشام بيحبك وجي واحد تاني بيكرهك انا هبطل كوره اصل المدرب ده بيكرهني هي مش كده الكوره دي بتبقى شخصيات شويه يا كابتن ما هي مقوله جايه منقوله من ولي الامر فبينقلها للاعب والولد بيبقى لسه صغير يعني بيتضغط انا عندي ناس معلش مع احترامي يعني 11 سنه بيتضغط اصل بيعيط كل يوم عشان هو مش مع المدرب ده يعني طب انا اقول لهم ان هو لازم يتعلم يبقى مع ده ومع ده انا المدرب ده انا مشيته طيب اعمل ايه انا مشيته يعني خلاص حضرتك روح له حضرتك روح له مرنه برايفت خلاص انا مش قصتي فهي دي ده المفاهيم اللي لازم تتغير. ايه بقى المواقف اللي بتقابلك بقى غريبه شويه في موضوع الناشئين الحاجات دي طبعا انك بتتعاملي مع اولاء امور في ناس بتبقى فاهمه واعيه وسايب بالك الموضوع بثقه عشان انت اهل ثقه وفي ناس بتتدخل على طول فانا اللي بتتدخل على طول دي انا برجع للاداره لان مش قراري برجع للاداره انا باخد قراري في الملعب لو في حاجه استثنائيه في حاجه اضطراريه في ظرف يعني حاجه اخلاقيه في الملعب حاجه قررت لكن واحد عايز يمشي في النهايه بقول لهم يا جماعه الراجل ده مثلا جاي بيعترض على كذا وكذا وكذا طب قرر كده يا هشام لا قرر يمشي خلاص نسوا